بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله النهارده مع محاضره فيزياء للطلاب، فيزياء 1 للطلاب المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بالزازيق. المحاضره دي ان شاء الله باذن الله هتكون اخر محاضره للطلاب في منهج فيزياء 1. النهارده المحاضره هناخد اكزامبل على الالكتريك باور اللي احنا خدناها. المحاضرة بتاعت النهاردة هناخد مجموعة من الاكزامبل على الالكتريك باور اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. انا وعندي 220 فولت 5 امبير الكتريك لامب is used for 30 minutes. How much energy does it require؟ هنا بيديني الفولت بتاعي 220، الالكتريك كارنت 5 امبير. طيب انا عندي التايم، عندي هو مديهولي بالمنت، فانا هحوله الى السكند. هضرب 30 في 60 سكند يديني 1800 سكند. طيب انا عايزه احسب الالكتريك باور. الالكتريك باور V هتساوي V في الاي، V عندي 220 فولت في الاي 5 امبير، هتساوي 1100 فولت في امبير او 1100 واط. طيب انا عايزه، هو هنا طالب بالانرجي. الانرجي احنا عارفين الالكتريك انرجي هتساوي الالكتريك باور في التايم. يبقى انا عندي هنا 1100 في التايم، عندي 1800 سكند، هتديني 1.980 جول. ده كده يبقى انا حسبت الالكتريك باور. لو في اكزامبل تاني، the energy used by the iron for 1 minute is 33 كيلو جول at a voltage of 220 volts. How large the current is in the iron؟ هو هنا عايز الكرنت. طيب هنا انا عندي مديني التايم 1 مينت، هيساوي انا لازم احوله للسكند، فهيكون عندي 60 ثانية. طيب انا عندي الانرجي هنا مديهالي بالكيلو جول، يقيمتها انا عندي فولت 220 فولت. طيب انا عندي الالكتريك باور، الالكتريك باور دي هتساوي W على T. انا عندي هنا هتساوي 330 جول، هنا دي الانرجي على التايم اللي هو 60 سكند. يبقى انا جبت هنا كده الباور دي هتساوي 550 واط. الكتريك كارنت الاي هتساوي بي على البي، البي 550 واط على البي اللي هو 220 واط. انا كده جبت الامبير ب 2.5 امبير. هنا لو اكزامبل تاني، بوتنشال ان ديفرنس اوف 10 كيلو فولت از استابليش بين parallel pellets and air. انا عندي الفولت هنا ما بين لوحين اثنين متوازيين 10 كيلو فولت. If the air become electrically conducting when the electric field، الالكتريك فيلد بتاعي بتساوي 4 في 10 6 فولت بير متر. What is the minimum separation of the pellets؟ هو عايز المسافة الفاصلة، هو عايز دي. طب هنا انا مديني البوتنشال ديفرنس، هنا انا مديني من المعطيات المساله، هنا مديني البوتنشال ديفرنس 10 كيلو فولت، البوتنشال ديفرنس اللي هو بي، وهنا مديني الكتريك فيلد الاي، وعايز السيبريشن ديستانس بين تو بلتس اللي هو الدي. طب انا عايزه ريليشن او قانون يجمع بين الثلاثه دول. احنا واخدين في المحاضره اللي فاتت الفي بوتنشال ديفرنس هتساوي الاي في دي، وده استنتاج احنا استنتجناه. V هتساوي الاي في دي، فانا عايزه ان انا احسب من العلاقه دي الدي، هتساوي V على الاي. الفي عندي هو مديهولي 10 كيلو فولت، طبعا ان انا احولها 10 كيلو في 1000 على الاي هتساوي 4 في 10 اس 6، هنا هيديني 0.0025 متر. نيجي الجزء التاني، ان انا عايزه ان انا السيركت بتاعتي الدايركت كارنت في السيركت بتاعتي، يعني ايه الالكترو موتور فورس، المقاومات بتتوصل ازاي، توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي، قانون كيرشوف. لو هنيجي نتكلم على الالكترو موتور فورس، قوه الدفع الكهربائي، قوه الدفع الكهربائيه هنا هي عباره عن الشغل المبذول بالنسبه لوحده الشحنات، او ان هو عباره عن فرق الجهد بين قطبي الدائره أو قطبي بطارية، وفي حالة الدايرة تكون مفتوحة. يبقى أنا عندي الإلكترو موتيف فورس ديسكرايب ذا وورك دون بير يونت تشارج.
وهي بتقاس بوحدة الفولت. أنا عندي قوات البي اللي هي الكتروموتيف فورس describe the work done by a unit charge بتقاس بوحدة الفولت. هنا لما نيجي إن إحنا عندنا نوعين من توصيل المقاومات في الدائرة الكهربائية، عندنا سيريز سيركت وعندنا بارلل. عندنا توصيل على التوالي وتوصيل على التوازي. توصيل على التوالي زي ما احنا شايفين كده، يعني بيعملوا دايرة. التوصيل على التوازي لا، بتبقى المقاومات فوق بعض. انا عندي في حالة التوصيل على التوالي، انا عندي الاي طيار اللي داخل في المقاومة الأولى هو نفس التيار اللي داخل في المقاومة الثانية هو نفس التيار اللي داخل في المقاومة الثالثة، يبقى التيار واحد اللي بيمر في الدائرة الكهربائية، ماشي؟ طيب أنا عندي الفولت، الفولت لا، هنا الفولت هنا فولت بيساوي في واحد، الفولت على المقاومة الأولى زائد الفولت على المقاومة الثانية زائد الفولت على المقاومة الثالثة. طيب لما أجي أحسب الـ R equivalent، الـ R المكافأة لمجموعة مقاومات متصلة على التوالي. R equivalent هتساوي R1 زائد R2 زائد R3. طيب هنا بالنسبة للبارالل، بارالل أنا عندي بيكون التوصيل على التوازي، بحيث هنا العكس، إن أنا عندي الـ I اللي داخل هيساوي الـ I المر في الدايرة هيساوي I1 زائد I2 زائد I3. أما الـ V عندي هو الـ V متساوي V هتساوي V1 هتساوي V2 هتساوي V3. طيب بالنسبة للـ R equivalent، الـ R المكافأة لمجموعة مقاومات متصلة على التوالي، ممكن إن أنا أجيبها 1 على R هتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3. هنا لو هنشوف مجموعة من الـ example على التوصيل على التوالي والتوازي، وإزاي إن أنا أحسب الـ current وإزاي إن أنا أحسب الـ fault. لو انا عندي باتري، باتري 9 فولت اند 2 ريزيستور 390، انا عندي بطاريه 9 فولت، فولت عندي في الدايره 9، وعندي 2 مقاومات، واحده 390 اوم والثانيه 470 اوم، ار كونكتد ان سيريز، دلوقتي هم متصلين على التوالي، متصلين على التوالي. وات از ذا فولتج اكروس ذا 470 ريزيستور؟ هنا عايز يحسب الفولت على المقاومة اللي هي قيمتها 470. طيب أنا في الأول لازم إن أنا أحسب، هنا أنا عندي قانون توصيل على التوازي، التوالي. طيب قانون توصيل على التوالي، هنا التوصيل على التوالي لازم إن أنا عندي، أشوف القانون، أنا عارفة إن أنا عندي الـ I بيمر في الدائرة فهو I1، فأنا عايزة إن أنا أجيب الـ I، أحسب الـ I الأول هو قيمة الفولت V على R توتال. R توتال هنا إن أنا عندي، طب أنا عايزة أجيب الـ R إيكوفالنت بالنسبة للاتنين دول، هنا دول متصلين على التوالي، يبقى R إيكوفالنت بتساوي R1 زائد R2، R توتال هتساوي 390 بلس 470، يعني يبقى عشان أجيب الـ I الكرنت المر في الدائرة، الـ I هتساوي V على R توتال. 9 على 390 زائد 470 هيديني 0.01 امبير. طيب انا عايز احسب دلوقتي، هو بيقول لي ان هو عايز الفولت، فولتج اكروس ده 470 اوم، في اكروس 470 هتساوي اي في قيمه الار. طيب هنا انا عندي الاي هو اللي انا حسبته هنا 0.01 في الار 470 هتساوي 4.7 فولت. طيب لما اجي احسب مثلا ال V اكروس 390 هتلاقيها الاي مختلفة عن ده، لان احنا قلنا في التوصيل على التوالي هنا ال I اللي مر في الدائرة بيبقى قيمة واحدة، اما انا عندي الفولت اكروس كل ريزيستور مختلف. طيب بالنسبة للاكزامبل تاني، انا عندي والاكزامبل ده جه في الامتحان قبل كده، 2 ريزيستور 47 اوم اند 82 اوم، انا عندي مقاومتين اتنين 47 اوم و82 اوم، ار كونكتد ان سيريز اكروس 45 فولت باتري، ان هما متصلين على التوالي وعندي فرق الجهد بتاع الدائره 45 فولت. هنا مطلوب مني اول حاجه وات از ذا كارنت از ذا فيرست، هو عايز الكرنت التيار اللي مر في الدايرة كلها. هنا أنا عندي اللي متصلين على التوالي، يبقى التيار اللي داخل على المقاومة 47 هو نفس التيار اللي بيدخل على المقاومة 82. طيب
التيار المار في الدايرة، وده من توصيل التيار المار في الدايرة واحد. طيب دي أول جزء. تاني حاجة، what is the voltage across each resistor؟ هو عايز الفولت خلال كل مقاومة. طبعا احنا عارفين ان انا الفولت خلال كل مقاومة مختلف عن التاني، هو الاي بس اللي داخلة على كل مقاومة هي لوحدها وتساوي، لكن الفولت لا. طيب رقم ثلاثة بيقول لي لو انا اذا مقاومة 47 ريزيستور دي از ريبليسد باي 39، يعني لو شلت المقاومة 47 وحطيت مكانها مقاومة قيمتها 39 اوم، will the current increase، ال current بتاعي هيزيد ولا هيقل ولا هيدانه زي ما هو or remains the same؟ طيب لازم اقول طبعا ان انا عندي ان هو هيزيد او هيقل او هيدانه زي ما هو حسابيا، يعني طب انا جبتها منين؟ رقم أربعة، what is the new voltage across the manganese؟ طيب لو في حالة التيار هيزيد أو هيقل أو هيدانه زي ما هو، الفولت خلال المقاومة 82، الفولت الجديد خلال المقاومة 82، عشان أنا حسبت أول مرة، لأ في حالة التيار الجديد هتكون قيمته إيه؟ أول جزء، what is the current in the circuit؟ أنا عايز أشوف التيار المر في الدائرة. طيب I هتساوي V على ال R، ال V عندي قيمتها 45 فولت على ال R، هنا ال R equivalent، طبعا عندي هنا المقاومات متوصلة على التوالي series، فال R equivalent هتساوي R 1 زائد R 2، 47 زائد 82 هيدينا 129، وأنا عندي ال I هتساوي 0.348 أو ممكن أنا أقولها 0.35 أمبير أيا كان. طيب الجزء الثاني، what is the voltage across each resistor؟ هو عايز قيمة الفولت المار خلال أو موجود خلال كل مقاومة، عايز الفولت خلال كل مقاومة. طيب أنا الفولت مثلا خلال المقاومة V across 47 هو بتساوي ال I في ال R، ال I اللي احنا جبناها الجزء الأولاني ال I اللي هو 0.35 عوض بيه في قيمة ال R 47 هيديني 15.98 فولت، او ان انا اقول عليها 16 فولت تقريبا ايا كان. طيب انا عايز احسب الجزء الثاني، الفولت اكروس المقاومه 82، عايز احسب الفولت خلال المقاومه 82 هيدينا ال V هتساوي ال I في ال R، ال I طبعا احنا عارفين قيمتها 0.34.35 في 82 هيديني 27.8 أو 28 فولت. أنا كده جبت الفولت خلال كل مقاومة. طيب في الجزء الثالث، هو بيقول لي لو أنا استبدلت المقاومة 47 دي شلتها وحطيت مقاومة 39، الكرنت إيه اللي هيحصل له؟ فأنا هحسب كأني هحسب الجزء الأولاني من تاني، الجزء الأولاني ده من تاني، الـ I هتساوي الـ V على الـ R. ال V احنا موجود عندنا 45، بس ال R هنا ال R الجديد اللي انا بعد ما استبدلت شلت 47 وحطيت مكانها 9 مقاومة 39، فال R equivalent في الحالة ديت، هما هنا برضو متصلين على التوالي، R equivalent في الحالة ديت هتساوي 39 زائد 82 هنا، لأن في الحالة دي قال لي أنا شلت المقاومة اللي هي 47 وحطيت مكانها مقاومة 39 ماشي. طيب ايه اللي هيحصل للكرنت؟ 39 زائد 82 يبقى ال R equivalent هتساوي 121، انا عندي الكرنت بتاعي هيساوي 0.37 امبير، يبقى الكرنت عندي في الحاله دي ازداد. طيب انا من غير ما احسب مثلا من القانون بتاع ال I، من غير ما احسب القيمه ده، انا عايز اعرف كده هل هو من خلال ما ابص للمساله كده، هل هو الكرنت زاد ولا قل؟ هنا هو بيقول لي ان انا هشيل المقاومه 47 او هستبدلها بمقاومه 39، وبالتالي المقاومه قيمتها ايه؟ قلت، هو استبدل 47 شال 47 وحط مقاومه مكانها 39، يبقى قيمه المقاومه قلت والمقاومه بتتناسب تناسب عكسي مع التيار. طيب اذا انا عندي المقاومه قلت التيار هيزداد، ولازم اكون عارف كده من اول ما ابص في المساله ان انا عندي التيار هيزيد، بس انا لازم طبعا احسبه، فانا حسبته من العلاقه دي، قيمه التيار الجديد 0.37 امبير.
الجزء الرابع من المسألة هو عايز what is the new voltage across the 82 resistor. هو عايز قيمة الفولت الجديد خلال المقاومة 82. V across 82 هتساوي ال I في ال R. ال I أنا عندي قيمتها اللي هي الجديدة 0.37 في المقاومة 82 هتساوي 30 فولت. ودي المسألة دي كده احنا خلصنا المسألة دي، والمسألة دي مهمة يا شباب لأنها جت في امتحان قبل كده. هناخد آخر جزء يا شباب في المنهج بتاعنا وآخر جزء في محاضرة النهاردة، اللي هو كيرشوف لو، قانون كيرشوف. قانون كيرشوف يا شباب، هو احنا عندنا جزئين أو عندنا قانونين كيرشوف. أول حاجة القانون الأول هو بيوصف التيار اللي داخل للدايرة، لو أنا عندي دايرة زي الموجودة قدامنا، والقانون الثاني بيعبر عن فرق الجهد خلال الدايرة دي. أول جزء هنا بيقول لي إن أنا لو عندي هنا كده وصلة زي دي كده، هنا بيقول لي إن أنا عندي عدد التيارات الداخلة لإني جانكشن هنا في الدايرة بيساوي، يعني عدد التيارات هنا اللي داخل، لو أنا عندي مثلا تيار هنا أي واحد، وعندي هنا مثلا تيار أي واحد ده داخل الجانكشن دي اللي احنا شايفينها، فبيساوي عدد التيارات اللي خارجة منها. بيساوي لو أنا قلت هنا إن أنا عندي تيار هنا أي واحد، هنا هيساوي أي مثلا اتنين زائد أي تلاتة، أو هنا أي اتنين وهنا أي تلاتة، أو لو أنا قلت هنا أي واحد وهي أي اتنين داخلين على الجانكشن دي، يبقى الاتنين مجموعهم بيساوي أي تلاتة. يبقى أنا أول جزء أو أول سير أو أول نص من قانون كيرشوف the sum of currents entering any junction in a circuit. إن أنا عندي وصلة أو جانكشن زي دي موجودة في الدايرة، فأنا عندي عدد التيارات الداخلة أو التيار اللي داخل أو عدد التيارات اللي داخلة. لو أنا قلت مثلا هنا التيار بس اللي داخل هنا مثلا سميته أي واحد، يبقى بالتالي هيساوي أي اتنين هنا اللي خارج منها وبيساوي أي تلاتة. طيب لو قلت أي واحد وأي اتنين داخلين هنا مثلا، يبقى أي واحد زائد أي اتنين هيساوي اللي خارج منها أي تلاتة. هنا بيقول لي إن أنا عندي عدد التيارات مجموع أو مجموع التيارات اللي داخلة على أي وصلة في الدائرة أو أي جانكشن في الدائرة الكهربية بتاعتي بيساوي عدد أو بيساوي مجموع التيارات الخارجة من هذه الجانكشن. يبقى أول صيغة أو أول نص من قانون كيرشوف the sum of currents entering any junction in a circuit must equal the sum of currents leaving the junction. عدد التيارات الداخلة على أي جانكشن عندي بيساوي عدد التيارات الخارجة من الجانكشن دي. يعني لو عندي سميت هنا ده مثلا اي واحد وهنا اي اتنين، والاتنين داخلين على الجانكشن دي، الاتنين مع بعض مجموعهم بيساوي لازم يساوي التيار الخارج اي تلاتة. ماشي يا شباب، ده أول جزء. طيب الجزء التاني ان هو the sum of potential difference across all elements around any closed circuit loop must be zero. ان انا لو عندي مسار مغلق كده، فانا عندي مجموع فرق الجهد او potential difference لكل العناصر خلال المستوى المغلق ده او خلال closed circuit loop بيساوي صفر. يعني مثلا انا عندي E هنا القوة الدافعة هنا بلس ال potential difference across خلال المقاومة دي مع ال potential difference خلال المقاومة دي لازم الاتنين بيساوي صفر. يبقى summation لفرق الجهد خلال مسار مغلق في الدائرة بيساوي صفر. summation فرق الجهد اللي هنا القوة الدافعة الكهربية بلس فرق الجهد خلال المقاومة دي مع فرق الجهد خلال المقاومة دي لازم مجموعهم بيساوي صفر. طيب لو خدت أنا مثلا المسار المغلق هنا ده، فأنا عندي فرق الجهد خلال الدائرة المقاومة دي مع فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربية للبطارية دي مع فرق الجهد خلال المقاومة دي لازم برضو يساوي صفر. يبقى انا عندي يا شباب مجموع فروق الجهد خلال مسار مغلق لجميع العناصر الموجوده خلال مسار مغلق بيساوي صفر. The sum of potential difference across all elements around any closed circuit loop must be zero. احنا عندنا نصين لقانون كيرشوف دول مهمين. اول حاجه مجموع
الطيارات الداخلة لأي جونكشن بيساوي عدد مجموع الطيارات الخارجة. The sum of the currents entering any junction in a circuit must equal the sum of currents leaving that junction. تاني جزء the sum of potential difference across all elements around any closed circuit loop must be zero. يعني أنا عندي هنا summation I in بيساوي summation I out. أنا عندي هنا القانون التاني بعبر عنه summation delta V مجموع فروق الجهد خلال مسار مغلق. لو أنا أخدت المسار ده لازم أخد جميع العناصر اللي موجودة فيه، أخد جميع البوتنشال ديفرنس على جميع المناصب الموجودة فيه. هنا قوة الدفع هنا بلس فرق الجهد خلال المقاومة دي مع فرق الجهد خلال المقاومة دي لازم يساوي صفر. طيب هنا بالنسبة لو خدت المسار ده المقاومة فرق الجهد خلال المقاومة دي مع قوة الدفع الكهربية للبطارية دي مع فرق الجهد خلال المقاومة دي لازم يساوي صفر. ده نص أو ده نص قانون الكاشف. وكده احنا خلصنا آخر جزء في المحاضرة بتاعتنا وآخر جزء في المنهج بتاعنا. شكرا.